السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن زيادة معدلات الحرق في الجسم. اكيد طبعا انتي او انت بتشوف واحد زميلك بياكل جامد قوي وما بيتخنش، واحدة زميلتك بتاكل وبتاكل بالليل وتلاقيها بتقعد مثلا الساعة 2 بالليل لو انت قاعد معاها، لو انت قاعد مع صاحبك او انت قاعدة مع صاحبتك الساعة 2 بالليل او 3 بالليل تلاقيها بتاكل وتنام عادي وما بتتخنش. انا اقول لكم دلوقتي على النصايح اللي انا فعلا مشيت عليها وبقيت اعمل زيهم وما بتخنش. فيلا نبتدي الحلقة ان شاء الله. يعني ايه حرق؟ الحرق الطاقة او الوحدة اللي الجسم بيتحاسب بيها اسمها كي كالوري او كي كالوري. تمام، الكالوري دي بيحصل ايه؟ ان الجسم بيبتدي لما الاكل بيخش في يعني بيخش في بقك بيبتدي الجسم يكسره عشان ياخد منه الطاقة، فالطاقة بتروح على ناحيتين مفيش منهم ثالث. يعني 70% بتروح على الأجهزة الحيوية اللي هي بتشتغل دوريا، اللي هي بتشتغل 24 ساعة وانت صاحي وانت نايم في اي وقت، زي التنفس. ما ينفعش طبعا ان انت تأخر التنفس شوية تقول انا مش هتنفس مثلا لمدة ساعتين ثلاثة، ضربات القلب، القلب قصدي، ما ينفعش تقول القلب اقف ساعتين ثلاثة عشان بس ايه نشغل الكلى وهكذا. في القلب، التنفس، البصر، الحاجات اللي هي اللي شغالة 24 ساعة ما بتقفش. نيجي بقى لل 30%، ده احنا قلنا 70% بتروح للاجهزه الدوريه اللي هي بتاخد طاقه فبتبقى شغاله 24 ساعه زي القلب والاجهزه او الدوره الدمويه والتنفس وحاجات كتير. لل 30%، ال 30% بتتوزع على الحركه، انت بتتحرك فانت بتحرق طاقه، انت بتنظفي الشقه او بتنفضي السجاجيد فانت بتحرقي طاقه، بتغسلي المواعين فانت بتحرقي طاقه، بتتمشي فانت بتحرقي طاقه، فدي ال 30%. فكده احنا عرفنا الطاقة اللي بتيجي من الأكل بتروح فين؟ بتروح على 70% من الأجهزة الدورية اللي شغالة 24 ساعة، و 30% بتروح على شغلك في البيت، على حركة، على المشي كده وهكذا. نيجي بقى عند رقم 2، أنا عايز أزود معدل الحرق عندي. في حاجة اسمها ماسل تون. ماسل تون دي بتعمل إيه؟ إن أنت وأنت قاعد أو أنت واقف أو نايم أي حاجة بتلاقي العضلة مشدودة كده، مش مرتخية ولا ناشفة على طول، بتلاقيها مشدودة. فأنت على طول حاول تعلي الكتلة العضلية عندك. بالكتله العضليه دي ان احنا في كده في صوره ان شاء الله هنزلها لكم على دلوقتي على الشاشه بتقول لك ان كيلو عضل بيحرق كيلو دهون، فانت كل ما تعلي المعدل او الكتله العضليه عندك كل ما تحرق دهون اسرع بمراحل. هتكبر العضلات دي ازاي؟ في كذا نوع، انا بصراحه ارخص نوع انا بصراحه استخدمته كمحمد تحسين اللي هو ده، اللي هو ريزيستنت باند. ريزيستنت باند ده حبل كده اسمه حبل مقاومه، زي بتاع زمان كده الحبل اللي هو كان الاستانلس اللي كان بيتشد ويتفرد ده كده، بس ده على يعني على مطاط. ده كويس قوي وده كمان رخيص جدا بالنسبه للناس اللي هي بتحب تشتغل في البيت او تحب تلعب في البيت، زي مثلا ست البيت او مثلا واحد ما بيحبش ينزل جيم او هو ما عندوش وقت. انا فعلا بعمل كده يا جماعه، انا ساعات ما بنزلش جيم، فده احسن طريق. ريزيستنت باند ده مش عايز اقول لكم يعني بحوالي 60 جنيه ولا 70 جنيه، بس عمل لي يعني مش عايز اقول لكم حاجات نتائج فائقه. ده انت لو رحت عند اي محل بتاع ادوات رياضيه هتقول له انا عايز ريزيستنت باند، انا ده رقمه رقم 3 يعني الـ الـ القوه بتاعته قوه 3، هو من 1 لحد 7. طبعا ممكن 3 ده المتوسط بالنسبه للرجاله، ممكن الستات مثلا ممكن تختار 1 او 2 اللي هو معدل القوه، اللي هي واحده لسه ما بتلعبش اي رياضه. ريزيستنت باند ده جامد قوي يا جماعه، جامد قوي، انت ممكن بتقف عليه كده وفي 500 طريقه تعرف تلعب بريزيستنت باند. بس ابتدي ريزيستنت باند دي اللي هي العاب المقاومه، ده والويت ليفتنج اللي هي لعب الاثقال او رفع الحديد. رفع الحديد دي بتعمل حاجه اسمها هايبرتروفي اللي هي بتكبر العضلات، فكل ما العضلات بتكبر كل ما بتحرق دهون اكتر، فكده هتسرع في عمليه حرق الدهون. تمارين المقاومه زي الويت ليفتنج واللي هو الريزيستنت باند اللي انا لسه قايل عليه دلوقتي. رقم 3، حاول اقلل الدهون اللي في الجسم. طب ما انا جاي لك عشان اعلي الحرق عشان اقلل الدهون، وده طبيعي يعني. هقول لك قلل الدهون دي، لو تفتكروا في حلقه من بدري كده عملتها اسمها ليه جسمي بيخزن دهون، الحلقه دي حاول تعرف يعني ايه حاجه اسمها جلايسيميك اندكس. جلايسيميك اندكس دي لو انت عرفتها حياتك كلها تتغير في حته التخن والرفع والكلام ده. انا هحاول احط لكم في الكارد فوق ان انتوا تخشوا تضغطوا على اللينك ده، تضغطوا على الفيديو ده وتتفرجوا عليه بس بعد الحلقه دي. المهم ان انت تعرف
ان الجلايسيميك اندكس ده حاجه كده مختصر، المؤشر السكري اللي انت لما بتاكل اكل معين بيعلي السكر في الدم، فلما يعلي السكر في الدم الانسولين البنكرياس بيفرز هرمون الانسولين، فبيبتدي ياخد السكر اللي في الدم فيوزعه على الخلايا، فيفرد السكر اللي في الدم ده اكتر او الجلوكوز اللي في الدم ده اكتر، فيبتدي يحطه في فات سيلز اللي هي الخلايا الدهنيه. ده كده مختصر مفيد. اما لو انت عايز تتفرج على الفيديو ده كامل، انا اسيب لك لينك الحلقه في الديسكريبشن، يا ريت تتفرج عليه، صدقني هيفيدك كتير قوي 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 في حته تقليل الدهون. رقم 4، حاول تكتر من البروتينات باكتر وقت ممكن. حاول تحط بروتينات في اكلك كتير، زي مثلا فول وبيض، لحمه، عدس، الحاجات البروتين نباتي او بروتين حيواني ايا يكن. ليه؟ لان البروتين الجسم بيحتاج طاقه كبيره عشان يكسر البروتين ده يعني ويحوله لطاقه، وكمان البروتين بياخد فتره كبيره عقبال ما بتهضم، بطيء الامتصاص، فانت كده بتعمل حاجتين، الجسم بياخد فتره عقبال ما بيكسره فبيحرق طاقه كتير، زائد ان انت كمان كده كده بتبقى حاسس بالشبع عشان هو بيقعد فتره كبيره في بطنك. دي كده خليها قاعده، اي حاجه بطيئه الامتصاص احسن بمراحل من سريعه الامتصاص. بطيئه الامتصاص هتحس بشبع على طول بعد اكلها لفتره طويله، اما بطيئه الامتصاص بمجرد ما بتاكلها تحس على طول بعديها بجوع، بعديها بساعه ساعتين تحس بالجوع على طول. رقم 5، حاول تنام من 6 ل 8 ساعات الى 9 ساعات. حاول تبقى على طول جسمك على طول نايم، بتنام يعني تيجي مثلا الساعه 10 او 11 او 12 تنام من 12 ل 8، ده كويس قوي، لان حضرتك في وقت السهر بيحصل حاجه اسمها هرمون، اسمه هرمون الجرلين، بيتفرز هرمون اسمه هرمون الجرلين. فهرمون الجرلين ده الهرمون المسؤول عن الجوع، فتبتدي انت رايح جاي عن الثلاجه عمال تاكل ومش واخد بالك من الموضوع ده، فكل ما بتسهر كل ما هرمون الجرلين بيزيد اكتر 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 في الجسم، فده اللي بيخليك تجوع اكتر وتبقى رايح جاي على الثلاجه وبتاكل وانت مش واخد بالك. او عكسه بقى، لما انت بتنام بدري بيحصل افراز اسمه هرمون اسمه اللبتين، وده الهرمون الشبع، ان انت بتقعد فتره كبيره قوي شبعان، فحاول تنام وتاخد فتره كفايه لحياتك، مش حته هرمون الجرلين بس، ما ممكن في ناس بتعرف تتحكم في نفسها يعني ممكن تبقى قاعده وما بتاكلش، بس ده ليك انت، كل ما تنام كل ما جسمك بيرتاح اكتر، كل ما بتبقى صاحي بدري فايق بس. ودي المعلومات ان هي اللي هي هتفيدك كتير قوي، انا شخصيا محمد تحسين بستخدمها، اللي هي فرقت معايا جدا، انا خسيت حوالي 14 كيلو او 15 كيلو. كل المعلومات دي او كل النصايح دي يا ريت يا ريت يا ريت حاول تمشي عليها كويس صح، زائد كمان انك تشرب ميه كتير، تزود معاهم تشرب ميه كتير وتشرب شاي وقهوه، شاي اخضر وقهوه من غير سكر، شاي وقهوه من غير سكر، لان القهوه والشاي الكافيين اللي فيه بياخد بيبقى بيزود يعني الكافيين اللي جوه القهوه والشاي بيزود معدل الحرق من 3 ل 11%. فحاول انت تشرب ميه وقهوه وشاي كتير، وهو المعدل الشاي والقهوه بحوالي 3 فناجيل في اليوم او 3 كوبايات في اليوم. فدي المعلومات اللي هتفيدك فعلا فعلا عشان تعلي معدل الحرق بطريقه بشعه، اللي انت تجري بسرعه رهيبه، وهتحس الموضوع ده من اول اسبوع انت بتستخدمها وانت بتعملها. فحاول تمشي على الموضوع ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، واتمنى تكتبوا لي يعني التجارب بتاعتكم في الكومنتات، واتمنى لو عجبكم الفيديو تضغط لايك وتعمل اشتراك في القناه، واتمنى لو عجبك اكتر واكتر وتفيد بيه الناس اكتر تنشره ما بين اصدقائك على الفيسبوك او على اي سوشيال ميديا، وان شاء الله يعجبكم ان شاء الله، واتمنى تتفرج على الحلقات اللي هتظهر عليك عندك دلوقتي على الشاشه وتتابعني وتعمل اشتراك في القناه. وشكرا جدا، معاكم محمد تحسين من قناه سر شكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.